نشر صلاح عبر حسابه في موقع تويتر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لطفلين يلعبان ويتعانقان ويركضان معا، ووضع على وجههما صورة صلاح وماني. وكانت مباراة ليفربول وبيرلين الأخيرة شهدت غضب ماني عقب تبديله بعدما أضاع عليه صلاح فرصة تسجيل هدف محقق، حيث فضل النجم المصري الحل الفردي بدلا من تمرير الكرة إلى السنغالي، رغم أن الأخير كان في موقع أفضل للتسجيل.